أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا الفوز. طبعا هذا الفوز يعني يعطينا دافع معنوي حق مباراتنا في كأس الاتحاد الآسيوي. بالنسبة حق الدوري بشكل عام، أول شيء نقول حق نادي العربي، جمهور نادي العربي ألف مبروك، يستاهلون الدوري، لعبوا بروح وبجهد، طبعا لكل مجتهد نصيب. احنا حاشنا دروب بالمستوى، كل اللاعبين حاشهم دروب يعني، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله نوعد جماهير العميد بكاس الامير باذن الله. شايف ترد عليه على ناس كثير شمتانا في نادي الكويت السنه دي، تفتكر ده بسبب ايه؟ شوف، نادي الكويت دائما بطل بطولات، كل بطوله دائما يحسمها نادي الكويت، فاكيد يعني اذا انت كنت بالقمه اكيد بتشوف الناس يعني ما راح تطقك. مبروك على كرة الهاتريك. الله يبارك فيك حبيبي، الله يبارك يعني فيك. أداء مميز وهاتريك. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. بفضل الله ثم فضل جهود إخواني اللاعبين. حبيبي الله يبارك بعمرك.